زينب المالكي. عسلامتكم، مرحبا بكم الناس الكل وين ما كنتوا، شكرا لكم على وجودكم معنا لهنا في يفهم اختياركم الاستماع لنا يوميا. هذه نشرة أخبار، ما أخبار تعملوها أنتم، توصلوها أنتم وتكونوا جزء من الإعلام يوميا بأخباركم ومراسلاتكم لنا في برنامج مع الناس. نص ساعة يوميا تأثوها بالشهادات متاعكم. سعيدة جدا أني معاكم اليوم نهار 3/28 سبتمبر 2021. انتم تسمعوا في مع الناس مع زينب المالكي. هات نبداو من صفاقس وين يظهر التقرير الطب الشرعي اللي تسلمته العائلة مؤخرا، أنه الشاب عبد السلام زيان، تتفكروه الله يرحمه وينعمه، توفى بالسجن المدني بصفاقس، وفاته ناجمة عن عدم تلقيه الأنسولين. والدته تقدم شهادة متاحهم بعد شوية، خليكم معنا في مع الناس. نمشي ولقليبيا، نحكي على أضرار خطيرة يسببها التلوث الصادر عن المصانع التحويلية. شو صاير في الجميلة قليبيا وشطوطها للناس الكل تحلم تشوفهم، لكن اليوم يعاني من التلوث. نمشي زادة للقيروان، وضعية تلامذة في منطقة السرجة، الأولياء مش راضين على اللي يتلقاو فيه تلامذة متاحهم في المدرسة متاحهم كمواد وكزادة تقييمات. شنو الحكاية من السرجة مباشرة في القيروان بعد شوية. نكملوا بخبير مفرح، المرة هذه من ولاية صفاقس وين تمكن مهندس اسمه أبو بكر سيالة من صناعة سيارة تعمل بالطاقة الشمسية. ناخذوا من عنده الأخبار في آخر حلقة اليوم. مرحبا بكم في مع الناس. مع الناس في نشرة أخبار المواطنين، أنت الصحافي، اطلبونا على 58 550 707. مرة أخرى مرحبا بكم في مع الناس. باش نبداو من صفاقس وين يظهر تقرير الطب الشرعي اللي تسلمته العائلة مؤخرا، عائلة الشاب عبد السلام زيان الله يرحمه، أنه توفى بالسجن المدني بصفاقس. وقت الوفاة متاعه كانت ناجمة عن عدم تلقيه جرعات كافية من الأنسولين، كان لازم ياخذ 3 جرعات يوميا ما تحصلش عليهم، وهو يعاني من مرض السكري المزمن. اللطف على السامعين الكل. واتهمت عائلته اعوان الامن بحرمانه من جرعات هذية، جرعات الانسولين، شيء اللي تسبب في وفاته بعد حصول المضاعفات اللي ادت الى الوفاه. مستجدات القضيه هذية مع والده عبد السلام السيده دلندا جزاره. مرحبا بك يا دلندا. الو، مرحبا. عايشه تسلمه مره اخرى. الله يرحم عبد السلام زيان ديما، وربي يظهر له حقه. واحنا اليوم في متابعه القضيه هذية. شكرا لك يا دلندا اللي انت موجوده معنا. لدلندا، تقرير الطب الشرعي خرج، التقرير هذا موجود عندكم انتوما، لا شك فيه ولا غبار عليه، عبد السلام يستحق انسولين، ما خذاش الانسولين نتاعه في السجن المدني بصفاقس، توفى. اليوم انتوما شنو المرحله الجايه؟ بشكون باش يكون مسؤول على هالوفاه هذه؟ هذا مش احنا اللي نقرروا، هما تو خذوا النتيجه في ايديهم والقضاء هو اللي ماشي يقرر. اما انا معناتها نطلب معناتها من القضاء من اول واحد وقف لهم حتى يجيبوا لي للدار مش خرخ في كلام. من اول عون امن، العوين الزوز اللي وقفوا، اللي عملوا تقرير كما حبوا، عملوا الابحاث كما حبوا، جابوا المحاميه، اخذوا الفلوس، قالوا لي ربنا يخرج. معناتها ما فيش حد فين، ما فيش حاجه مطلوبه، نقتلوا واحد نحرموه من الحياه. شو معناتها كتقول اخذوا الفلوس لدلندا؟ شكون اللي اخذ الفلوس؟ المحاميه اللي اخذت الفلوس في مركز الشرطه، اخذت الفلوس وقالت ربنا يخرج. علاش؟ علاش اختي علاش؟ النهار معناتها طفل كان اكيد لبس عليه، انا ضحيت بخدمتي 18 سنه نخدم في الصحه. ومن اول مره قلت لهم راهو توفى، عمل لينا سي دوسيتاز ديابيتيك، ومن اول ما خرج التقرير الاولي قلت لهم راهو تقرير خرج، وانا معناتها تعرفني عون من اعوان الصحه ونعرف وريت وشفت كل شيء. التقرير هو موجود توا، تلقى تاريخ من يوم 4 جوان. التقرير موجود والنتائج نتاعو واضحه. اليوم الاعوان هذوما اللي هما متهمين في القضيه هذه، وكما انت قلت القضاء بشيخ ومجراه، اليوم موقوفين في حاله صراح. شنو الوضعيه نتاعهم ولا دلم؟ يا بنتي في حاله صراح، يحوسوا من سنيه لسنيه، انا وكان نراه قدامي يمكن نمشي له نقتلو. ما يجيش الطفل، خسروني في ولدي، حطمونا ودمرونا. الله يرحمه وينعمه ولاد دلم. نتفهم الكلام نتاعك الكل، ونتفاهم زادة دموع نتاعك، ونشكرك مرة أخرى اللي أنت موجودة معنا باش تعطينا الشهادة هذه. مش صحيح. هي افتراض يا مدام، افتراض. ولدي أخطأ، ولدي غلط. عمل معناتها طبق عليه أقصى العقوبات، تشد العقوبات. أنا ما تحرموش من الحياة، ما تحرموش من الدواء.
واضح لدلندا. وكل صباح نلقاو ساعات ميت ورجع فيه الحياة. هو عند عمرو ربي راد باش يموت في النار. أما علاش موش يموت عند أمه؟ علاش هكاكا من عون لعون وهم يمزقوا ويهزوا ويلوحوا فيه كيف الشيخ؟ علاش يعملوا في ولدي هكا علاش؟ هذم عباد يخليهم هذم يعيشوا على العباد هذم هذم أمنة هذم ظلم موش أمن يا أختي هذم ظلم هذم. لا دلاندا جزارة مرة أخرى نحب نشكرك بارك الله فيك اللي كنت معانا. نعرف الوضع ماهوش سهل حتى طرف لكن المهم المتابعة متاعه على خاطر القضية قضية ماهوش عبد السلام زيان الله يرحمه كهو ولا دلاندا جزارة ولا عيلته فقط. هي قضية متاع الناس الكل قضية رأي عام على خاطرها تهم الأمن الكل حتى لو كان فما شكون منه يخطئ وماهوش الناس الكل هتخطئ لازم الناس تتحاسب لكي تكون مثال وهذا مهم جدا ولازم حتى حد ما يتوانى حتى من الأمنيين أنفسهم في التعامل مع الناس على خاطر حكاية عبد السلام زيان اليوم التقرير فيها واضح الوليد هذا يتوفى على خاطر قال اللي هو يحتاج إلى جرعات أنسولين لكن لا مجيب أنه يتوقف أنه يغلط أنه يتحاسب إيه أنه يتقتل لا هذا الكل الناس متفهمة فيه واللي عمل الشيء هذا لازم يتحاسب. اليوم حسب كلام بتاع السيدة دلاندا جزارة الأعوان هذوما اليوم في حالة صراحة حتى لو كان التقرير موجود حسب كلامها هي من 4 جوان اليوم موجود وخرج علنية شنو اللي باش يصير وشنو المراحل القادمة وكيف سيكون الحساب والعقاب احنا في متابعة للموضوع هذية والعائلة متاع دلاندا وعبد السلام زيان الله يرحمه ماهوش وحدهم على خاطر كيف ما قلت القضية تهم الناس الكل مرة أخرى ربي يرحم عبد السلام وربي يظهر له حقه وإحنا موجودين في متابعة للموضوع هذا. من صفاقس باش نهزوكم مباشرة المدينة اسمها قليبيا في مع الناس مع الناس نمشي ونحكيه على قليبيا نحكيه على أضرار خطيرة يسببها التلوث الصادر عن المصانع التحويلية وخاصة من الديوان الوطني للتطهير في واد الأحجار وحواض ميناء أقليبيا أضرار تتسبب للمتسكنين في طفح جلد تشوهات في البشرة بخلاف الأضرار في التنفس وحتى البصر. أبناء أقليبيا كانوا رفعوا قضية استعجالية في الغرض تم هذين نهار 30 جويلية لكن حتى لليوم حسب شهاداتهم يقولوا ما تبدل حتى شيء والوضع على ما هو عليه. مدينة أقليبيا اللي هي مدينة أحلام برشا ناس الناس يحبوا يمشيوا يشهدوا بالجودة متاع الشواطئ متاعها البحورات متاعها. اليوم السكان قليبيا يقول لك ولينا نعيشوا في خطر داهم الخطر هذية بيئي. شنو صاير في قليبيا تفاصيل اختيرة نسمعها من عند المواطن الصحفي محمد بن حميدة معنا مباشرة. سي محمد مرحبا بك. يعيشك مرحبا لإتاحة الفرصة للحديث حول الأضرار البيئية اللي صايرة في قليبيا والتلوث البيئي اللي احنا كما قلت انا بصفتي كناشط في المجتمع المدني دونك احنا عملنا قضيه استعجاليه استفاديه حول المياه الصرف الصحي وخاصه المصانع التحليليه. وخليني سامحني سي محمد باش نقول للناس اللي قاعدين يسمعوا فيك توا ينجموا يتابعونا زاد على الباج فيسبوك راديو اف ام على اي اف ام تي في باش يراو لي فيديو خاطر مهم انو الناس تشوف على شنو قاعدين نحكيو شنو هالتلوث هذا شنو المصدر نتاعو اجيو تفرجوا على الباج فيسبوك راديو اي اف ام وعلى اي اف ام تي في. تفضل سي محمد. هو اللي قاعد صاير هي كارثه بيئيه وجينيرالمون موجوده في كامل الشريط الساحلي بالجمهوريه. بالطبيعه الملوث رقم واحد اللي هو مالوروزمون هو الدوله نقولوا الدوله نقولوا الديوان الوطني للتطهير ونقولوا زاد المصانع التحويليه اللي يعني اللي روجي نتاعهم تاع ليزويجي والكارثه معناها اللي قاعده كل يوم معناها كميات كبيره والكميات هذه قاعده تنساب مباشره للبحر يعني الناس المستشفيين وحتى اللي حتى من بعد السيزون تسليم يعني الناس الكل ولات يعني تتفكى من اولا من الروائح وثانيا من نسبة التلوث اللي موجودة يعني قضاءك على الشريط الساحلي تقليدي مثلا قليبي احنا اليوم من ويت تفخشيت اللي هو يفصل بين قليبي ومازل فيه اللي لونها
يعني سيد كميات كبيرة المعامل كثير. انت تو تقولي المعامل والمتسبب الدول المنغزمو هو الدولة والديوان الوطني للتطهير. كي توجهتوا والقضية الاستعجالية وتوجهتوا للديوان الوطني للتطهير وقلت له راهو انت المذنب رقم واحد والملوث رقم واحد، شنو لا رياكسيون، شنو كانت الإجابة نتاع الديوان الوطني للتطهير؟ بالنسبة لل خاطر انا نسمع في جمل ساعات وكلمات يقولك ما عندناش حل، ما فماش حل، واللي هو مخيف اكثر معناتها. بالنسبة للديوان الوطني للتطهير يعني كي نقولوا معناها الدولة، دونك الدولة هي الملوثة رقم واحد. تم تقديم معناها القضية استعجالية في رفع ضرر اللي متسبب فيه الدونات. الدونات تقول لك انا ما عنديش حلول، بار كونتر الحلول موجودة. حلول كيما شنو سي محمد الحلول؟ اي الحلول نجم نعطيكم حلول مثلا في اللي هي ستاسيون ديبوراسيون تاع إقليبيا اللي تستقبل حوالي 11000 متر كوب يعني من عمادتي إقليبيا الشرقية والغربية وحمام الغاز ووادي الخطف. يعني هذه ستاسيون مع تقلل في عدد نتاعها بين 4000 و5000 متر كوب. دونك الديفيرونس الباقي الكل بين قاعد يهبط فيها بالديريكت للبحر اللي هو قاعد يدور في معناها الثروه السمكيه، واللي يدور في معناها الفلاحه، يدور في الابار، يدور في كل شيء. الحلول موجوده، كونه الديوان الوطني للتطهير يلزم يقوم اولا بمعالجه المياه الصرف الصحي، ربطه مباشره مثلا ما بين الحدود، ربط الستاسيون ديبوراسيون التقليديه تربط مع منزل اثنين، لان منزل اثنين عندها عقارات اكبر، لان الستاسيون تاع منزل اثنين اكبر من قليبيا. قليبيا تعملت هي كانت اول ستاسيون تعملت في الجمهوريه في ليزاني 70. دونك لكن ولات ما عادش تقابل في الحجم نتاع المدينه اليوم اللي هو كبر برشا على الوقت هذاك. المدينه ولات 60000 متاكل، بار كونتر هي تعملت في ليزاني 70 على حكايه 15000 متاكل. دونك الحلول موجوده، ما فماش حاجه اللي هي امبوسيبل. انا سؤالي الاخير سي محمد، انتم رفعتوا قضيه في 30 جويليه، قضيه استعجاليه، اش فيها جديد القضيه؟ شنو صار؟ شنو اللي تحرك من 30 جويليه حتى لليوم 28 سبتمبر؟ القضيه مع المتر هشام بالحاج حميده، احنا قمنا بالقضيه الاستعجاليه هذه لانه الاضرار مش وديد والخطر اللي هو قاعد ياثر على شريط الساحلي بقليبيا. دونك تم استدعاء كل الديوان الوطني للتطهير والمصانع كذلك التحويلية اللي هما بطبيعتهم انا نجم نقول لك هما مسكين على خاطر الديوان الوطني للتطهير اللي هو يمثل الدولة، بعدما هو قاعد يلوث وما فماش حتى رادع قانوني اللي نجم يقبل معناها التجاوزات هذه اللي هي خطيرة واللي هي قاعدة تمس بصحة المواطن وتمس بالثروة الطبيعية. دونك تم استدعائهم والإجابات من ذلك ما فما حتى شيء واضح. وطالبين معناها التأجيل، وبالطبيعة التأجيل هو اللي باش يزيد يعطل معناها أكثر، لكن احنا نعملوا في سويدي يعني متابعة، وإذا لزم الأمر معناها الأمور معناها تولي أكثر خطورة، باش تولي معناها الناس باش تقوم بوقفات احتجاجية سلمية، لأنه ويساعدوا العملية على خاطر ما تنجمش تستمر، دونك تولي وقفات احتجاجية وغيره حتى لين يتلقى حل لها المشكلة هذه اللي هو الحقيقة مشكل كبير. سي محمد بن حميد نحب نشكرك جدا على تدخلك معنا اليوم، احنا زادة باش نقعدوا في متابعة الموضوع على ذم تقديمة باش تعطينا كل جديد في الموضوع هذا، على خاطر الكل الناس الكل المسؤولين على الشيء اللي صاير في قليبيا وفي غير قليبيا. ما اليوم نحكيوا على قليبيا بالذات. مرحبا بك الديوان الوطني للتطهير، كان يحبوا يتصلوا بينا يفسروا لنا يقولون. قل لي سي محمد. جيت حبيت نحل سامحني لا خاطر مش قاعده نسمع فيك بالكدا وقاعده تليفوني قصي محمد يقول لي ميساج فيه ساعه رابيدمون. قلت لك جيت على التفاح الجلدي اللي فات بالنسبه للمدربين الامس هو ستافيلوكوك. ستافيلوكوك هو هذا ناتج عن التلوث يعني عن الروجي ديزونجي اللي صادر من الديوان الوطني للتطهير والمصانع. هذا راهو مساج الطبيعه كي توصل تعطي مساج هكا. رانا ماشيين رانا وصلنا لنقطة تحول كبيرة برشا ونقطة خطيرة برشا، وعندك الحق على التنويه هذا. يسمعوا فين الديوان الوطني للتطهير، المعامل التحويلية اللي موجودين في قليبيا؟ حتى حد ما ضد أنه الناس تخدم على رواحها والمعامل تخدم على رواحها، لكن ديما فما حلول لازمنا نلقاهم نحكيو فيهم
ومش انه اليوم قليبيا اللي هي من احسن خلينا نقولوا الشطوط اللي موجودين في تونس اليوم وهي وغيرها، ما نحبش نقول احسن شطوط معناتها نقول عليهم الاخرين يستاهلوا التلوث، ليه؟ البلاد كلها ما تستاهلش التلوث، البلاد الكل لازم يتلقى لها حلول وحلول جذريه. انا ماذا بيا يتفاعلوا معنا الديوان الوطني للتطهير في جهه تقليبيا، يكلمونا ويحاولوا يفسروا لنا شنو الحل اللي ناويين يلقاوه في الجهه هذية. وشكرا لك مره اخرى سي محمد بالحميده اللي كنت موجود معنا مباشره لهنا في مع الناس. احنا بعد شويه باش نزوكم لصفاقس نحكيو على اخبار باهيه من ولايه صفاقس على شاب تونسي يحكي على السياره تخدم بالانرجي سولير بالطاقه الشمسيه، وباش نحكيو لكم زاده على وضعيه التلامذه في جهه اسمها السرجه في ولايه القيروان. شنو حكايه التلامذه هذوما وحكايه الاولياء نتاعهم اللي رافضين الشيء اللي قاعدين يتلقاو فيه تلامذتهم كمادة تعليمية في المدرسة هذه، نحكيو عليهم من بعد شوية في مع الناس. طلبونا على 58 550 707. كما قلت لكم الجزء الثاني من البرنامج اللي رجع له توا الوقت عندنا مالي ساعة وخمسين دقيقة باش نمشيو فيه أولا لولاية القيروان وبقعة اسمها السرجة، ونحكيو على وضعية متاع تلامذة من معتمدية حجب العيون. أولياء تلامذة هذوما يتنقلوا للمدرسة وخرجوا صغارهم من المكتب هذايا ومنعوهم من مواصلة الدروس. السبب حسب الشهادات اللي وصلتنا هو اسمه مليحة تدني المستوى التعليمي للتلامذة في الجهة بسبب غياب للإدارة اللي انعكس على مردود التلامذة، ويقولوا الأولياء أنه يتحصل على معدل ما يعكسش حقيقة مستواه الدراسي. احنا نحبوا نفهموا اكثر الوضعيه وعلاش الاولياء خرجوا صغارهم جمله من المكتب. احنا اكثر تفاصيل باش ناخذوها من عند اللي باش يدخل معنا توا سي عبد الوهاب السلطاني. سي عبد الوهاب مرحبا بك. مرحبا بك مع السلامة يا فهم، ونسلموا على الناس اللي عامله فيها فهم. شكرا لك. انا نسمع فيها فهم. شكرا لك سي عبد الوهاب. سي عبد الوهاب الاخبار الحقيقه كيف وصلنا قلنا شنو اللي نجم يوصل اولياء يخرجوا ويمشيوا يهزوا صغارهم يخرجوهم من المكتب، ما عادش يحبوا يقريوهم في المكتب هذا، شنو اللي صار بالضبط؟ والله الساعة هذه حاجة منين باش نكون يسمعوا فينا مربيين وأساتذة علمونا وربونا وقرونا معناها ومعلمين ومعلمات وتحية ليهم الساعة أكيد تحية لكل التلامذة لكل الأساتذة والمعلمين وإن شاء الله يا رب يكونوا موافقين. طبعا 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 حراير تونس وسود تونس أكيد. أي شنو اللي صار تو عبد الوهاب؟ اليوم الجيل هذايا ما سعفوش الحظ، هي دي المنطقه محرومه من عديد الاف السنين معناها ما نقولش من اليوم تدني المستوى الدراسي من بنيه تحتيه من اداره معناها الحقيقه تمنيت ليه بالشفاء السيد المدير معناها مريض شويه معناها ربي يشفيه ويعافيه وربي يقوم سالم العائله ربي يعافيه وربي وصحيح وربي جاهز على يديه معناها باش نبدا واضح هذه حاجه اليوم ما عرفش قاعد اليوم شنو معناها يوصل التلميذ ما ينجمش يكتب اللقب نتاعو الاسم. هاي لحظة بركة توا خليني نفهمك أنا توا، معناتها أنت تقول لي في منطقة السرجة فما مدرسة مش السرجة عفوا قل المنافع باهي هات ريتك نتبعوا بالدي المنافع منطقة المنافع المدرسة اللي في المنافع سيد المدير ربي يشفيه ويعافيه غيب لأسباب صحية ربي قومه سالم. التلامذة تقول لي فما شكون في الابتدائي اليوم خليني في سنوات متقدمة معناتها ثالثة ولا رابعة باش نبداو ما نظلموش معناتها ما ينجمش يكتب اللقب نتاعو. أنا قدي ألو نسمع فيك سي عبد الوهاب. أنا توا حاليا قدامي بنت ولد خالتي سنة خمسة أي ما تنجمش تكتب اللقب نتاعها. سنة خامسة ابتدائي 10 سنوات تقرا في مدرسة لكن ما تعرفش تكتب اللقب نتاعها. وهذا يسمعوا فينا السادة المسؤولين في وزارة التربية والسادة النقابيين. مش السادة المسؤولين بركة من رئاسة الجمهورية لكل المسؤولين عن التربية. عندكم تلميذة تقرأ في منطقة مرة 10 سنين خمسة ابتدائي ما تنجمش تكتب اسمها. وهذايا ينجم يبعثوا مختص البيداغوجيا ويتفضلوا معناها هذا هذا هذا, هذا راجع لشنو معناتها هذايا قريبتك أنت تعرفها وتعرف مستواها بالكدا. نتصور اللي فما تلامذة أخرين ولا هي عندها مشكل خاص لبني؟ الأغلبية مش كان هي معناها أغلب التلامذة أغلبية التلامذة على الأقل نقول 80%. المدير غايب وربي يشفيه ويعافيه المعلمين وين؟ المدير يحضر لكن تمنيت إليه بالشفاء. أمين. المدير أصبح كفيف. ربي يشفيه ويعافيه، أين المعلمين يا سيدي الكريم؟ نعم وطول السنة في المعلمين والمعلمات وراه
وهذا ماهوش عيب، المرض بيساعدنا. لا انا قلت لك ربي يشفيه ويعافيه، ماهوش مشكلتي مش قضيتي. المعلمين المسؤولين على تعليم التلامذه هذوما وين هما في المدرسه هذه؟ موجودين، لكن سامحني لك المعلمين راهو في كل عام حركه نتاع معلمين. البلاصه في منطقه نايره. راهو البلاصه في منطقه نايره. معناتها المدرسه هذيا كل عام يجي معلم جديد اللي يلقاه هذاك هو ما عنده ما يصلح. اللي يحاول يصلح، اللي يحاول قداش باش يصلح يعني. قديش راهو نحن ساعه قبل كل شيء، ساعه المدرسه هي متأهله الى السقوط معناها، تاع خصيان فيهم قرار بالسقوط العدم. راهي مدرسه من عام 56. ما هي السؤال اللي من بعد سي عبد الوهاب، واكيد عندك انت المعلومات وشكرا ليك مره اخرى على الشهاده هذه المهمه برشا. الصغار هذوما والديهم خرجوهم وين باش يمشيوا توا سي عبد الوهاب؟ الو سي عبد الوهاب جست جاوبني على السؤال هذايا ونعطيك المجال. خرجوهم الاولياء نتاعهم من المدرسه هذيا الصغيرات، شنو المآل نتاعهم وين باش يهزوهم؟ مش يهزو، مش يطالبوا بالدوله، هذول يشوفون محل الصغيرات هذول راهي يقولوا معناتها حتى توا ما يقراوش. احنا نهار 28 سبتمبر ما يقراوش. عندهم دي جور ما التحقوش باش نبدو واضحين. ولكن حاجه اخرى باش نبدو واضحين، بالكدا راهو ما الصغيرات هذول يشوفوا المحل كيفاش ينقلوه الجيل هذايا، راهو الجيل هذايا ينقطع دراسه من تو، اللي يخرج نجم يخرج ما نعرف، نجم يخرج كل شهر سامحني نعتذر واش هو مستقبله كي ما يقراش وما يتعلمش. سي عبد الوهاب قداش من صغير في المدرسه هذه؟ لا لحد علمي 130. 130 تلميذ. 130 تلميذ على الاقل. نحن عندنا اشكاليه اخرى زاده من عام الاول وماذا بيا. هات نكملوا بهذا يا سي عبد الوهاب، نكملوا باخر حاجه. قل لي. نداء الى السيد الرئيس الجمهوري. الاستاذ قيس سعيد. نداء لك سيد الرئيس. راهو عندنا اشكاليه عندها عنيد. عندنا 178 تلميذ، ما بيك في حاجة بالعيون ما سماش. يقروا في الثانوي. في الاعدادي والثانوي، راهو ما عندهمش كار، وراهو وعدونا السادة المسؤولين. والمندوبية الجهوية للنقل بالقيروان. يقولوا لنا راهي الكار جاهزة ولكن الشفار ما سماش. لازم ما نعرفش قداش من بنية تتوفى كما اللي توفيت في بوحجلة وطاح عليها فريجيدير ربي يرحمها وينعمها في كميون على خاطر ما تلقاش تنقل، قداش لازم من حالة وفاة باش نفيقوا شنو اللي صاير في المدارس نتاعنا وفي انا حاله المدارس نتاعنا، وقت اللي تسمع زاد سقف الكرم على بعد امتار من مقر رئاسه الجمهوريه يتيح على التلامذه لولا لطف المولى ولولا تدخل زاد المعلمه اللي نعاود نحييها مره اخرى واللي انقذت برشا تلامذه، قداش لازم يصير من حاله هكا باش الامور تتحرك باش الامور تتصلح؟ انه الاولياء يخيروا يخرجوا صغارهم من المكتب، معناتها بنيه عمرها 10 سنين تنجمش تكتب الاسم نتاعها على انا تعليم قاعدين نحكيه. شنو قاعدين نتعلموا في المدرسه بالضبط؟ ما نعرفش الحقيقه، نطرح الاسئله وما نعرفش. وزاره التربيه كنت تسمع فينا مرحبا بيك، نجم تدخل معانا لهنا في برنامج مع الناس، ماذا بينا نلقاو حل اكثر من انه جست نحكيو على المشكل، نحكيو عليه هذايا خدمتنا ووظيفتنا، لكن زادة ماذا بينا نلقاو حل. مرحبا بكم في مع الناس، احنا باش نكملوا كيف ما قلت بخبر باهي، والخبر باهي هزنا لولايه صفاقس. مع الناس في ولاية صفاقس أخبار مفرحة، يتمكن ابن صفاقس المهندس بوبكر سيالة من صناعة أول سيارة تعمل بالطاقة الشمسية في تونس. سيالة هو مهندس تونسي من عام 1980. أمي كانت تسمع فيا ما تقوليش شوف ندادك اش تعمل، ها ندادي تبارك الله عليهم. والسيارة الجديدة مخصصة للنقل السريع والنقل بين المدن، معناتها مش تمشي زادة بشوية كهو، تمشي بالكدا، تحتوي على زوز مقاعد وتسهل خاصة التنقل بالنسبة لأصحاب محلات التوصيل السريع، كما أنه السيارة إيكولوجية وتساهم في ترشيد استهلاك الطاقة، حيث تكلفة 100 كيلومتر يقدرها المهندس بدينار و500 مليم. مباشرة يلا معانا المهندس بوبكر سيالة. سي بوبكر أهلا وسهلا. أهلا بك زينب وأهلا بالمستمعين إي إف إم. شكرا لك أنت اللي موجود معانا اليوم في مع الناس على إي إف إم، مبروك ويعطيك الصحة، وفخورين جدا أنك موجود معانا. وقتاش بديت رحلة الابتكار نتاع السيارة هذايا يا بوبكر؟ ربي فضلك زينب، قبل ما نبدا الرحله نبدا مغربيه نبدا نصحح حاجتين صاروا في الواحد. على هو انا صحيح من اصيلي مدينه صفاقس، اما اللي يجين المعمل موجود في تونس العاصمه. واحنا متواجدين في تونس العاصمه. والثاني معلومه نحب نصلحها هي معناتها فواتيرات كاميونات مع للاختصاص نتاعها التنقل في وسط المدينه وليس بين المدن. مش بين المدن، في وسط المدينه. في وسط المدينه ما يسمى باللاست مايل ديليفري، معناتها الناس اللي باش يوصلوا حاجه مثلا للعوينه ولا مثلا، هذا دي ديستانس قصار.
بالضبط دي ديستانس بتاع 10 12 20 كيلومتر هي تهزك عندك اوتونومي فيها بتاع 160 كيلومتر. مي احنا خلقناها سبيسيالمون لجماعه اللوجيستيك والاي كوميرس. الاي كوميرس تعرف توا طلع على برشا من بعد الكوفيد صحيح، الكل ولا تحب تقضي كل شيء اون ليني. دونك خلقنا لهم حاجه اللي هي نظيفه رونتابل ايكونوميك اللي نجموا نقضيو بها شهورنا كما قلت انت 100 كيلومتر ما يتكلفوش اكثر من 1500 مليم. انا عندي سؤال باش مهندس اللي فما ناس يقول لك احنا في مرحله ما الناس مثلا كي كانت فما موجوده فكره التوك توك مثلا اللي موجوده في بلدان اخرين فما برشا ناس تقلقت على السيركيلاسيون يقول لك لافراستركتور ما تساعدش، علاش السياره نتاعك هذيا تساعد في التطور الاقتصادي التونسي ولا تساهم انه فما حاجات كما انت قلت مع تطور الاي كوميرس انها تجاوب لو بوزوان اللي موجود في تونس؟ ترى اللي ما تنجمش تعطل زاده بالسيركيلاسيون. هو الحوار اللي عملته قبل انت نتاع حاجب العيون يمكن يجاوب على السؤال هذا. احنا علاش عملنا هذه؟ عملنا الشعار نتاعنا هي لا ديموكراتيزاسيون نتاع الفواتير في تونس. مش مشكله الفواتيرات في تونس، مشكلتها اللي هي غاليه. تتكلف في اوروبا 10 9000 دولار تباع في تونس ب 200 مليون. صح. احنا ايش حابين؟ حابين نديموكراتيزي وحابين نخرجوا ان فواتيرات بور تو الموند، معناتها الناس الكل يجموا يشريوها. وثاني حاجه اللي هي التكلفه نتاع المينتونونس والاوبريشن كوست رخيصه. رخيصه وفي متناول التوانس. انا بكره لازمني نكلمك اكثر من هكا اكيد باش نرجعوا لك. نشكرك اللي انت كنت موجود معنا اليوم مع الناس وفات لليوم. شكرا لكم على المتابعه. اسامه صافي في الاعداد بارك الله فيك، امينو في الاخراج، كل فريق الاخراج الرقمي. خليكم مع بقيه برامجنا في لمن.